الأخوات السلام عليكم. غير البارح الحد ملي كانوا المغاربة كيحتفلوا بالذكرى ديال ثورة الملك والشعب، وانتم كاملين كتعرفوا مزيان شنو هو المعنى ديال عبارة ثورة الملك والشعب. فهاد النهار بالذات كانت الروينة هو القربالة عند الكابرالات، مصيبة ديال بصح، والقضية فيها القتيلة كاع. وهاد القتيلة ماشي ديال ناس عاديين، أسيدي مسؤول أمني كبير، هو مدير الأمن والاستعلامات، تمت التصفية ديالو داخل قصر المراضية. وأيضا كاين خبر آخر على قتل جنرال كبير تحت التعذيب، ومصايب كحلة وصافي. ولكن أش كتسناو أخوتي من دولة كيحكموها الجنرالات بقبضة من حديد؟ المغاربة والله حتى عندهم الزهر مع الأسرة الملكية العلوية الشريفة، راه حتى حنا العمس كنا غادي نكونوا بحالهم، كن نجحات لمؤامرة ديال الجنرال على مقبور أو فقير. ولكن ولله الحمد كان عندنا ملك حكيم هو الحسن الثاني رحمه الله، وهذه الحكمة كيتم توريثها أو توارثها أبا عن جد. هذا الشيء اللي غادي نحاولوا نعرفوا التفاصيل الصادمة ديالو والكاملة في حلقة اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير جدا. خليكم معي أنا جاي. كيف قلت لكم البارح الحد كيعرف تداول واسع لواحد المجموعه من الاخبار الصادمه حول محاوله انقلابيه داخل الجزائر، واللي انتهت بتصفيه مدير الامن والاتصالات بقصر المراضيه. هادشي كله كيدخل في اطار الصراع القوي والشديد على السلطه في الجزائر ما بين الجيش وما بين القوى السياسيه الاسلاميه واليساريه. وهذا الصراع هو اللي تسبب في مقتل العميد رشيد حرات. وهذا رشيد حرات هو مدير عام للأمن والاتصالات السلكية واللاسلكية، يعني داكشي ديال التجسس واللي على بالكم، وكيخدم تحت الأوامر ديال رئاسة الجمهورية، يعني تبون شخصية. وكانت عنده علاقة وثيقة بالجنرال شنقريحة، هو اللي حطه في هذا المنصب، والله كون ما كانت عنده معاه علاقة خاصة والله ما يتحق. المعارضين دابا كيقولوا بان مدير الامن تم التصفيه ديالو بسبب محاوله الانقلاب، ولكن حكام الجزائر عندهم راي اخر ووجهه نظر اخرى لا علاقه. كيقولوا بان هذا السيد مات في حادثه سير، وصيفطوا التعزيه للعائله ديالو. سمعوا معايا هذه التعزيه ديال تبوع. بعث رئيس الجمهورية السيد عماد التبون برسالة تعزية إلى عائلة العميد رشيد حرات مدير عام أمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية، الذي وفته المنية إثر حادث مرور أليم. وجاء في رسالة التعزية: أتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد وأسرة الجيش الوطني الشعبي، سائلا الله جل قدرته أن يمن عليه بعفوه ووسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق الله العظيم. دابا فين هي الحقيقة السي تبون؟ هذا سؤال من عندي كنطرحه هنا من هذا المنبر. واسي شنقريحة، واش السيد مات في حادثة سير، ولا تم اغتياله أو التصفية ديالو تحت التعذيب، كيف كيقولوا واحد المجموعة من الأشخاص؟ وفي الحقيقة فالأزمة أو البوادر ديالها بدأت كتكبر وكتبان من نهار قرر وزير الخارجية السابق المغضوب عليه رمطان العمامرة عبر على النية دياله الترشح للانتخابات الرئاسية، وهنا تم اعتقاله واحتجازه وغبروا له الشقف. وهذه واحدة من أسباب تصاعد الانشقاق داخل قصر المراضية الحاكم. وهذا كله جاء من بعد اعتقاله وحبس واحد المجموعة من الوزراء الجزائريين السابقين، واللي كلهم كانت عندهم علاقات ومصالح قوية ووطيدة مع جنرالات حاليين وسابقين. لحد الساعة مازال عندهم النفوذ القوي في مراكز السلطة والقرار في الجزائر. والمصيبة أن العواقب ديال هذا الصراع غير معروفة مستقبلا، حتى واحد ما يمكن ليه يتنبأ بشنو يقدر يوقع، خصوصا في ظل الحرب الباردة اللي كتدور من المدة هذه ما بين تيارات كتأيد روسيا وتيارات كتوالف فرنسا أو ما هم فرنسا داخل النظام العسكري. العسكر أو الجيش الجزائري مقسوم على جوج، فيه النص كيأيد فرنسا وغادي معها، والنص مع بوتين ومع روسيا. فهمت؟ سطح حلل وناقش.
الأكثر من هذا الشيء أن الصراع ما بين التيارات داخل النظام العسكري الجزائري كيعرف تصاعد خطير جراء الوضع الأخير في دولة النيجر من بعد الانقلاب اللي وقع فيها، حيث فقدت فرنسا موقعها الاستراتيجي بسبب تدخل التيار الفرنسي داخل النظام العسكري الحاكم في الجزائر لينقلب الوضع لصالح تيار الجنرالات المرتبط بروسيا. وهذه ماشي هي الحالة الأولى لقتل وتصفية مسؤولين أمنيين أو عسكريين كبار في الجزائر تحت التعذيب. فقبل عامين تقريبا فقط أعلنت صحف جزائرية معارضة على مقتل الجنرال الهادي عمي مدير المركز الوطني للأرشيف العسكري أثناء التحقيق معه بتهمة تسريب خبر عملية تهريب كبير انفصالي البوليزاريو بن بطوش إبراهيم غالي إلى إسبانيا، اتهموا بأنه هو اللي كان حيلة وسبب في تسريب هذا الخبر. وحسب المصادر فاشن قريحة سارع إلى الإعلان عن عزم المؤسسة العسكرية إحالة الكثير من الجنرالات الكبار على التحقيق على ضوء تسريب معلومات تهريب زعيم البوليزاريو والتي تسرق خيرات الشعب الجزائري وتنهب أمواله باسم تقرير المصير أو تقرير مصير الشعب الصحراوي منذ أكثر من 42 أو 43 عام، حيث أدخلت تسريبات العملية الاستخبارية الاستخباراتية والتي كان يتراسل العملاء وثائقها تحت عنوان سري للغاية جددت وتسببت في تأجيج الصراع بين كبار جنرالات الجزائر إلى منعطف جديد قد تكون لحد الساعة تداعياته العميقة على مجمل الوضع السياسي والأمني في البلاد، خصوصا بعد قتل مدير المركز الوطني للأرشيف العسكري كما قلنا الجنرال الهادي عمي. معلومة موثوقة جدا حسب المصدر كتقول بأن الجنرال اللي مات تحت التعذيب أثناء التحقيق معه كان من ضمن 10 ديال الجنرالات آخرين كيتم التحقيق معهم واللي كانوا كلهم على علم بعملية تهريب بن بطوش، وهادشي اللي خلى الصراع ديال الأجنحة يزيد يتصاعد أكثر داخل نظام عصابة الكابرانات، لأن الفريق شنقريحة هو ابن المؤسسة العسكرية وصاحب الرتب العالية النياشين ورئيس أركانها وله فيها عصبة وأنصار في عدة ثكنات، لهذا اتسعت دائرة الصراع ودخلت أطراف أخرى على الخط، وهو سيناريو يزيد من تكهنة المتكهنين بأن الأمر سيزيد أو سيعرف تطورات خطيرة في الأيام أو الأسابيع أو حتى السنوات القليلة المقبلة. صراع يوصف بصراع كبار الجنرالات على شركة المغتال القيد صالح إلى حد الساعة، وهو صراع انكشفت العديد من خيوطه مؤخرا على شكل تسريبات متبادلة وإقالات واحتكاكات بين الفينة والأخرى بين مجموعة من الجنرالات. ومن تجليات ديال هذا الوضع المخيف تكليف الجنرال شنقريح واحد من المقربين منه بتسيير ومراقبة جهاز المخابرات بالنيابة وسط جدل في سدة الحكم أثارته فضيحة تسريب عملية بن بطوش وتساؤلات بشأن الظروف التي جرت أو ستجري في ظلها الانتخابات القادمة وسط حرب طاحنة بين صقور عصابة الكابرانات على كرسي قصر المراضية. تحياتي العطيرة لكم جميعا وإلى نشرة أخرى بإذن المولى عز وجل.